نشكر صاحب السمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم على هذه المبادرة، وهي ليست على مستوى الإمارات أو منطقة الخليج، وإنما أصبحت الآن على مستوى العالم العربي، وهي تحفيز بالارتقاء بالعلم وبالمعرفة. وكما ذكرت في الكلمة أن هذه الجائزة ستحفز كثير من القائمين على التربية والتعليم من مدرسين وطلبة وباحثين وإداريين. وهي صحيح ليس في نظرها المادة، وإنما في نظر الآخرين هي هو العطاء، والحمد لله.